أكيد أنا نحن نوتد الأخضر وأنت أيضا فتيات، هل أنت نشأت لا تريد أن أكبر؟ دانا أنت كبيرة بالنسبة لنا. دانا هذا صحيح، أنا مصدومة لأن أبي رفضتك. المدربة أبي خائفة من أن تأخذ دانا مكانها. دانا قولي أجل ستكونين قائدة الفريق. ماذا؟ نحتاج لشعارات جديدة. بالمناسبة أنا موافقة، تحتاجون لقائدة جديدة. حسنا المدربة أبي، اسمعي، لا أعلم، جميع لاعبي السلة عادة مور قاموا بخيانتنا، كيف سنسامحهم بعد هذا؟ أجل أنظر لزكات وأريد أن أغفر له، لكن لا أستطيع. أي فرشة يجب أن أضعها على ظفري؟ نوبا ولا واحدة، هذه موضة القرن الماضي، إنها قديمة. أنا لا أتبع الموضة؟ أظن ذلك. فتيات الفراشات دائما على الموضة، إنها الطبيعة الطبيعة. حسنا الفتيات، من طلبت الفرشات؟ أنا. مدربة أبي الفراشة حتما رائعة، لكن في الطبيعة وليس على الأظافر. بدأت تكبرين مدربة أبي. شكرا ديانا. حسنا لنغير الموضوع. بالمناسبة انظروا ماذا سأعطي لمايك اليوم، ألبوم صور. التقدم في السن ليس لي. مدربة أبي أظن أنها كذلك، ألبوم صور موضة قديمة. مايا تريدين؟ لا شكرا لا أريد. فتيات سألكم واحدة كن في عينها وأنفها، لما ناديتموني لهنا؟ مدربة أبي لدينا سؤال لك، ما رأيك هل يجب على الفتيات أن يسامحوا لاعب السلة أو طاليسمان؟ يبدو لي أن الجميع يجب أن يحصل على فرصة ثانية. مشغولات! إذن حاولوا أن تعطوهم فرصة ثانية. مشغولات مشغولات، وكأننا لا نعلم أنهم يتحدثون هناك. أتسألوا عما؟ صدقني ليس عنا، إنهم لا يهتمون لأمرنا. فتيات أرجوكم اخرجوا، يجب أن نتحدث. ألا تتوقفوا عن حراسة الباب؟ أم أنكم تنصتون لحديث الفتيات؟ أولاد هيا ابتعدوا عن الحمام، هذا فظيع جدا، اجلسوا واطلبوا شيئا. هناك صديقتي. وصديقتي. وصديقتي، نحن ننتظر خروجهم، يجب أن نتحدث. فتيات اخرجوا، إن سيبلل أصدقائكم ملابسهم. ناستيا اخرجي. مايا. كنوبا. تعبان الذي يرتدي الوردي وسيم جدا وطويل، أحب الشباب الطوال. لكن في هذه المدرسة الجميع قصير. لماذا؟ ماذا عن زكات وتيمور؟ تضيعين وقتك فقط، لم ينظروا لجهتنا حتى. سيندي يجب أن تشغلي سحرك، أنت جميلة. جوني. ماذا؟ ناستيا اخرجي. بينما فتياتنا يتحدثون في الحمام، الأخريات يحدقون بنا. الأفضل أن لا نعبث معهم، واضح أنهم غامضات. مرحبا مرحبا، أنا وعائلتي نحب الحيوانات جدا، لذلك قررنا إنقاذ حديقة الحيوانات المهجورة هذا. قم بتنزيل رعبتنا كي تستطيع الاعتناء بكل الحيوانات وتساعدنا ببناء أفضل حديقة حيوانات في العالم. سوف أراكم في اللعبة. آيس لم تخبرني كيف أبدو. هذا يناسبك، لا تبدين كالولد. ماذا بصراحة أبدو رائعا بشعر قصير أيضا، الجميع يمدحني. بيتزا أنا لست الجميع، لطالما أخبرتك أن الشعر القصير ليس جميلا. آيس لن أتحدث معك أبدا. فرانكس هل ستطلبون؟ 5 كاكاو. بيتزا أخبرناك قبل قليل لديك عقل سمكة. إذا فتيات ما الذي قررتموه؟ أظن أنه نحتاج مشجعة خامسة في فريقنا التي ستخترع لنا شعارات وحركات جديدة. أجل بلوندي أنت قائدة رائعة. ما المشكلة؟ لقد تعبت. بلوندي لست كذلك، أنت فقط كسولة. المشجعة الجديدة ستسبب لكم المتاعب أنا متأكد. زاك ماذا أنت تتحدث كالعجوز؟ هذا ما شعرت به. بما شعرت زاك، نحن نحتاج لمشجعة جديدة التي ستخترع لنا الشعارات والحركات. اليوم سنقوم بإعلان أننا بحاجة لمشجعة جديدة في فريقنا فروكس. فتيات فقط دعونا لنختار الجميلات. يجب أن نختار البشعات لكي لا يشع جمالهم علينا. فروكس الكاكاو. بيتزا ما خطب مزاجك؟ لا شيء صديقي أفسده. حسنا فتيات حان وقت الخروج، لأن أصدقائكم على وشك أن يكسروا الباب. سمعتم المدربة أبي قالت أعطوا لأصدقائكم فرصة ثانية. حسنا أبي سننصت لك ونعطي لأصدقائنا فرصة ثانية. حسنا فتيات لا أعرف كيف سأعود لتاليسمان بعد خيانته هذه. ستعيشين على أي حال. حسنا فتيات أعطوهم فرصة ثانية، أنا علي أن أذهب، لدي مقابلة اليوم، بعض الفتيات يريدون الانضمام لفريق بوني. ماذا؟ أجل إذا لا تتباهوا. حسنا سأذهب وداعا. بعض الفتيات يريدن الانضمام لفريق بوني. بصراحة نحن مكتملات، لا أحب هذا. لنتصالح مع الأولاد نحتاج لبعض الدعم. لياليا انظري لهذه الملصقات التي وجدتها في الحمام. يانا كنت تبحثين في القمامة؟ لا لياليا ليس في القمامة لذا أخذتهم. انظري كم هي رائعة. يانا هل نظفتها؟ بالطبع لياليا إنها نظيفة ومعقمة.
انظري هناك حتى بطاقات الأسعار، اليوم سأضع فراشات على أظافري. فتيات أنا داريات. ماذا جورج؟ جورج هل تظن أن أظافر بملصقات الفراشات ستبدو رائعة؟ فتيات أنتم لا تبلون حسنا كإداريات. جورج من يتحدث؟ جورج ماذا حدث؟ ما المشكلة؟ الفاشلين تشاجروا، تعلمون هذا؟ لقد سئمت من الفاشلين حقا. أنا أيضا لا حياة خاصة لدينا. لما ما زلتم هنا؟ يجب أن نهتم بالفاشلين. هيا سأريهم الآن. الفراشات انتظروني. يانا هيا أيتها الفراشة. هيا انتبهوا، تبا مع هذه الحركات. أجل تحدثوا، سنهتم بكم بعد الفاشلين. فتيات لا نخاف منكم. حسنا هيا لدينا تدريب، لا تعبث مع الفئران. اصبر بروفاستي. الفاشلين، ألا يمكنكم أن تجلسوا لدقيقة؟ ماذا حدث هذه المرة؟ كسرتم الباب والنافذة، ماذا الآن؟ لا يمكنكم أن تتقاسموا جيجي؟ إنهم فاشلين يحدثون المشاكل. هاي لا أحدث المشاكل. جورج والفئران لا علاقة لي، أنا الأولاد تتجادل فقط. بل تشاجروا، بروفاستي مصاب. توماس ما المشكلة؟ حسنا أيها الفاشلين لنحل هذه المشكلة بسرعة، لأن هناك فراشات تنتظرني. يانا فلتصمتي قليلا. حسنا أولاد من المذنب؟ تجادلنا فقط. برافاسي وفر قوتك، كانوا يتجادلون عن من أفضل سيارة أم دراجة. سيارة دراجة. برافاسي اهدأ. الفاشلين إلى المدير، وأنتم أيضا في إيران. ماذا؟ هذا بسبب فراشتك يانا. ماذا لياليا؟ أجل يانا، بدل أن تراقب المدرسة كنت تغسلين الفراشات في الحمام. حسنا حسنا لياليا، لن أشاركها معك. لما تجلسون إلى المدير؟ جيجي أنت أيضا ستروين القصة. جورج مرحبا، آسفة لأنني تأخرت، أنا والفتيات كنا نتاهة. يا إلهي صغيرة، مرحبا أنا أبي، ما اسمك؟ مرحبا أبي، إنها أنا دانا، أحببت أدوات التشييع هذا. أوه رائع، كنت خشت أن تكون فتاة صغيرة جاءت من أجل المقابلة. حسنا اذهبي عند ديانا، غالبا هي في المقهى لأنه لدي مقابلة الآن. أبي أنا من جئت لأجل المقابلة دانا. ماذا؟ أجل أريد أن أصبح مشجعة باني، لن أخيب ظنك. دانا، حسنا أنت أخت ديانا وهي قائدة الفريق، أنت لا تنتمين لبوني الآن، أنت لست ناضجة بما يكفي. لست ناضجة، أعرف جميع الشعارات. أتساءل، هل ديانا تعرف أن أختها هي التي هنا في مقابلة مشجعات فريق بوني؟ ألف يام نون سادراء الناصر باني هوها الأنواع. دانا أحسنت، لكن سأقول لا. كم عمرك؟ أبي 9 سنوات. لا، عندما تصبحين 13 سنة تعالي. تقصدين أني لست مناسبة؟ أنا لست في فريق باني؟ أجل صحيح، أنت تبلين حسنا، لكن عودي عندما تكبرين. فهمت دانا؟ شكرا أبي وداعا، أنا حقا أريد أن أصبح مشجعة وسأفعل. ربما عندما تكبرين. كيف يمكنني أن أكون غبية؟ كوفالينكو دانا، لما لم أظن أنها أخت ديانا؟ تبا هل تصالحوا؟ طاليسمان ولاعب السلة تحت السيطرة الآن. أجل مساكين. بيتزا آيس مرحبا، أيمكننا الحصول على بيتزا كبيرة؟ اليوم أصدقاؤنا لديهم عطلة. أجل الأولاد محظوظين. أجل لكن أرجوكم أولاد لا تخونونا بعد الآن. جوني لا توجد فرصة ثالثة. لا أحتاج لثالثة أساسا. شباب أنا صعيد لأجلكم، آيس أرجوك اصنع بيتزا كبيرة. حسنا. شباب قوموا بمدح كي يوجدنا آيس، إنه مظهري الجديد. لقد فهمنا بيتزا. بيتزا تبدين رائعة. أنت هي أجمل بيتزا، تسريحة شعرك رائعة جدا. بيتزا لو لم أكن مع ديانا كنت سأقع في حبك. شكرا شباب، أنتم أصدقاء حقيقيون. لا أفهم ماذا قلت تيمور. آيس قاموا بمدحي فقط. حسنا الإعلان جاهز، نحن نبحث عن مشجعة جديدة لفريق فروكس. الشروط حركات جيدة واختراع الشعارات. متأكدة أن واحدة ما ستتقدم، لأن الجميع يريد أن يكون في فريق فروكس. أجل الجميع يريد أن يكون في فريق فروكس. التي تريد أن تكون مشجعة وليست مخترعة شعارات للقائدة الكسولة. فتيات ربما نجد واحدة أخرى تفعل كل شيء لنا ونحن نتدرب فقط. فتيات هل تصنعون الكرتون؟ هذه حتما فكرة غبية. حسنا أصمتوا، لنذهب ونضع الإعلان. حسنا فتيات تأكدوا من أن تقرأوا الإعلان. بلوندي حقا تبحثين عن مشجعة جديدة؟ تخيلي هذا. مشجعة هذه فرصتنا.
مصدومة من بلاندي. أجل تبحث عن مشجعة جديدة. لا أحد سيذهب لفريقهم. فتيات بسرعة يجب أن نعود ونأكل البيتزا. معلم مايك، ألا يمكن للاعب كرة القدم أن يفعل شيئا للمدرسة؟ وماذا تريدون أن تفعلوا؟ أريد أن أنظم مسابقة. أجل معلم مايك، أنصت للورن، جاءت بمسابقة جديدة. أجل لا أحد جاء بمسابقك هذه قبل لورن. بصراحة ليالي ويانا نظم مسابقات كثيرة، لكن سأنصت لكم ما هي المسابقة. معلم مايك، أريد أن أنظم مسابقة ملكة المدرسة، متأكدة أن أروع وأجمل فتاة هي من ستفوز. معلم مايك، مسابقتها صادقة، واحدة فقط من ستحصل على التاج. لورن لا أعلم، يجب أن أتحدث مع ليالي ويانا عن هذا. لقد سئمت من يانا وليالي خاصتك. لورن لما أنت غاضبة؟ معلم مايك، يجب أن تطرد الفاشلين. نحن كإداريات هذه المدرسة لن نوافق من طرف المدير بسبب أولئك الفاشلين. اصمتوا، نحن نتحدث عن مسابقة ملكة المدرسة. ماذا؟ معلم مايك. حسنا الفتيات، لورن اقترحت مسابقة ملكة المدرسة، ما رأيكم؟ أنا اقترحت المسابقة، حان وقت اختيار ملكة للمدرسة. أجل صحيح، لم نختر يوما ملكة للمدرسة. اسمعي لورن، ألست تتحدثين كثيرا؟ جميع مسابقات هذه المدرسة ننظمها نحن، وعندما نعلن نحن المسابقة كهذه عندها ستنظم. معلم مايك، ماذا عن الفاشلين؟ فئران، لما دائما تظهرون في الأوقات الخطأ؟ لورن هيا، بالنسبة لي أنت هي الملكة. شكرا ديما. فتيات، الفاشلين هم الفاشلين، دائما يسببون المشاكل. معلم مايك، أظن أنهم يجب أن يطردوا، إنهم دائما يتورطون، ودائما جورج يأخذهم عند المدير، إنهم ليسوا تحت السيطرة. فتيات لا تبالغوا، سأتحدث مع الفاشلين، لكن الأفضل أن أتصل بوالديهم. لا تتأخر معلم مايك، وإلى هذه المدرسة سيدمروها الفاشلين. بيتزا، أريد كاكاو. بالمناسبة فراكس، مرحبا. مرحبا دانا، ماذا تفعل هنا؟ ربما جاءت للزيارة، أختها تدرس هنا. انظروا إنها ترتدي مثلنا. أنا أحب الأخضر. آيس، اصنع الكاكاو مع الزبناء. ألو مرحبا، باني لم يختاروني، قالوا أنه يجب أن أكبر قليلا. هل سمعتم؟ تريد أن تكون مشجعة؟ وجدت فكرة. فقط لا تقولي أنك تريدينها في فريقنا. أجل تماما، إنها ذكية، ستخترع لنا الشعارات. هل سمعتم؟ بوني لم يختاروها رغم أنها أخت قائدة فريق بوني. كيف فعلوا ذلك؟ دانا، هل أنهت اتصالك؟ أخبرينا. أصمت فريكس. أجل، حتى أنني حفظت شعار، لكن آبي قالت دانا أنت لا تناسبيننا. فروكس، هل ستطلبون شيئا أم ستجلسون وتلصقون العينك تحت الطاولة؟ دانا الكاكاو، واو رسومات جميلة. شكرا بيتزا، بالمناسبة باني لم يختاروني. هذا يحدث، لكن متأكدة أنك ستكونين هناك. دانا، ألا تشعرين بالملل؟ اجلسي معنا. نحن نشعر بالملل. لديك حقيبة رائعة. وبصراحة مظهرك رائع. فراكس، ديانا أخبرتني أنه لا يجب أن أتحدث معكم، لكن إن كنتم تريدون تعالوا. شبان، البيض لا يذهب عند الدجاج. اهدئي هيا. أوه دانا، رسوماتك رائعة جدا، يا لها من علبة أقلام رائعة. فتيات لا تلمسي شيئا. بوندي الآن. حسنا دانا، لقد سمعنا حديثك بالصدفة، أنك تريدين أن تصبحي مشجعة. وآبل غاضبة ورفضتك. أجل، إذا نحن نفكر في أن تصبحي جزءا من فريقنا فروكس. ما رأيك دانا، نحن نرتدي الأخضر وأنت أيضا. فتيات، هل أنت نشدت تريد أن أكبر؟ دانا أنت كبيرة بالنسبة لنا. دانا هذا صحيح، أنا مصدومة لأن أبي رفضتك. المدربة أبي خائفة من أن تأخذ دانا مكانها. دانا قولي أجل، ستكونين قائدة الفريق. ماذا؟ نحتاج لشعارات جديدة. بالمناسبة أنا موافقة، تحتاجون لقائدة جديدة. أوه دانا. قائدة الفريق، بصراحة كنا نريد فتاة لأجل الشعارات. اعلم أقراضنا أنني سأصبح منافسة أختي. حسن الفريق لنلتقط سيلفي. تشيز، يجب أن نرسلها لبوني ليفرحوا لنا. سأرسلها لديانا. حسنا يكفي عناقا، تصالحتم واشتقتم لبعضكم البعض كثيرا. ديانا بالطبع
نحن متخاصمين لعدة أيام. حسناً أولادي، يجب أن نغير ملابسنا. أجل شباب، هيا اذهبوا. الآن أبي ستأتي وتقول فتيات لدينا تدريب ولم تأتوا بعد. حسناً، سأنتظرك بعد التدريب. سننتظركم في المقهى لكي نأكل البيتزا. فتيات، لن تتخيلوا ما الذي حدث. أتعلمون من جاء للمقابلة؟ أبي، نحن نغير ملابسنا ولسنا مهتمات بمن جاءت لتنضم للفريق. لا نهتم بالجديدات. ديانا، لا، أنت لا تفهمين. أتعلمين أن أختك الصغيرة دانا هي من جاءت للمقابلة؟ حتى أنها أدت الشعار. ماذا؟ أجل، أتتخيلون؟ ديانا، لم تكوني تعرفين؟ مدربة أبي، هل أنت جادة؟ لم تخلط الأمور؟ ما هذا؟ هل دانا أخبرتك بشيء عن هذا؟ لا. حسناً فتيات، غيروا ملابسكم. وأيضاً لقد أجبت دانا بشكل صارم، لذا أرجوك أخبريها ألا تغضب مني لأنني لم أكن أتوقع رؤيته هناك. حسناً، غيروا ملابسكم، أنا أنتظركم في الجيم. انظروا لهذا، دانا لا تحلم فقط بالانضمام لبوني، إنها تسعى. متغطرسة ديانا، أختك متغطرسة. إنها محقة، تعمل على أهدافها. تباً، إنه تيمور. ليس تيمور. ماذا؟ ماذا؟ يا إلهي، ما الذي حدث ديانا؟ انظروا هنا فتيات، أختي دانا أصبحت قائدة فريق فروكس. بلاندي استدرجتها. الآن لم تعد أختك بل منافستك. حسنا، لا تدريب اليوم. شباب، دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أنا مصدومة. لماذا؟